اليوم بدلت لاريير بلون، درت لاريير بلون ديال الدار ديالي. فوالا خديت تصاور وصابرت واحد لاريير بلون، واحد ليماج جيفت درت فيها التصاور، راه كيدور. دونك كنوريكم الكوزينه ديالي والصالون. المهم ما وريتشكم، ماشي كاع الدار، اون بارتي دو لا ميزون. بون، واخا كاينين بعد لي كابل الكتريك راك كتشوفهم مدلين، سي دو بروفيزوار فهمتي، حيت حولت دوك لي كاميرا اللي كانوا عندي فوق لا طابل دو ترافاي، البلان دو ترافاي. دابا كاينين لي كاميرا مخبيين، دابا راه سون انكاستري، ودوك الخيوط نازلين من الفوق اللي كتشوف الخيط هذا. بعد الحال دابا نوريكم هذوك الخيوط، راه تشوف واحد الكاميرا يبانو لكم خيوط، دابا نوريكم التصويره اللي يبانو فيها الخيوط. هو سبحان الله العظيم، دابا اللي بغيت نوريه لكم، ما شفتيهم هذوك الخيوط المدلين هابطين، حيت لي كاميرا راه كاينين مع اونكاسترين مستورين. فوالا دونك سي دو، دابا هذوك الخيوط ما غيبقاوش باينين حتى هما، سي دو بروفيزوار. الاصدقاء، علاش بغيت نتكلم لكم؟ بغيت نتكلم لكم على هذيك الطريق ديال تندوف الزويرات، اللي هذه 4 سنين قالوا راه لانسيناها، كانوا تاكرو قالوا باللي الجزائر غادي تصاوب طريق من تندوف للزويرات، باش يمكن لهم يقتلوا طريق ديال قرقيرات، باش الجزائر غادي يمكن لها تصيفط السلعه ديالها على طريق الزويرات، ومن الزويرات قال لك هتهبط لمالي وتهبط للسنغال. وهذا الشيء هذه مده 4 سنين، الى يومين هذا باقي ما داروه. يلا هاد اليامات، انا الصباح كنقرا واحد، كنقرا انترنت كما العاده اخبار، وانا نطيح في هذا الارتيكل. هانتوما سمعوا شوفوا، دو تندوف ازويرات اون روت مالغري لي جيستيكولاسيون ديال المغسل. اش معناتها؟ زعما هما راه غادي يديروا واحد الطريق من تندوف، عطوا هاد الجريده بلا ما نقول لكم، الجيري باراتيروتيك ديال نزار، خالد نزار داك المجرم ديال العشريه السوداء. الو قال لك هما دابا كلهم هنا تقراو الارتيكل، زعما باللي حنا كالي سيت فيغ دي مونسيير كي سون بار دو مخزن، بحال الا حنايا مسوق. دابا المشكل راهو فضيحه، والله ما نكذب عليكم، الا فضيحه مع النظام الجزائري، مصيبه. كتبنا كيقول لك هانتوما كيكتبوا علينا، سكتنا كيقول لك هادو راه كيخطوا لشي حاجه. كيما درتي كيما درتي بحال ما تصلحناش، اش بغيت؟ الا كنتو قادين مرحبا، الا كندوي مع النظام الجزائري، الا كنتو قادين تبيعوا السلعه ديال الجزائر، البصله مطيشه بطاطا خزو اللفت بطاط كلشي قرعه الفلفله، الا كنتو قادين وسيروا بيعوا لافريقيا. علاش كتستناو المغرب؟ هادي المغرب مات المغرب، علاش؟ دابا راه هما بنفسهم كيشكيو هادوك لي، حيتاش هادوك لي كوميرسون ولي زاغريكولتور الجيريان معترفين، كيقول لك راه ما يمكنش لينا نضيمو مع المغاربه، المغاربه عندهم 40 عام دافونس علينا. دابا نسمع لكم هاد الهضره من عند الجزائريين كيقولوها، فهمتيو؟ كيما حسن كاع نديرو حنا واحد الفيديو ونصمتو اشنو كيقولوا الجزائريين على الطريق، على السلعه اللي كتمشي لسميتو. سمعوا معايا، غادي نحاول نزيد الصوت بعدا قبل ما ندير الصوت الماكسيموم، فوالا باش تلحقنا الهضره. فوالا هادو جماعة شاحنات الوزن الطاقي الجزائرية عند النقطة المعروفة باسم هاديشا نجيب، أنا ما حوالي 210
ما خصناش نبين لكم الفيديو كلها، حيتاش مول الفيديو يمكن ليه يمشي يشكي بيا عند يوتيوب. الإشكالية الوحيدة تقريبا تبقى في قضية المحروقات، معروف بأن السلطات الولائية لولاية تندوف تعطيهم 600 لتر بمسافة تقدر ب 3400 كيلومتر ذهابا وإيابا، فيها 1700 كيلومتر بيس ذهابا وإيابا. الواحد تعطيه 600 لتر من تندوف لنواكشوط ياكل 1000 لتر، دونك 600 ما تجيبو يقعد من الطايف، سيرتوها الانسان اللي ما يعرفش الطريق يقعد حاصل شاطر. راه حنا الواحد هنا يشري المازوت للبتيه 200 لتر يشريها ب 5 بلاي، وعلاه وحنا داخلين سوق باغيين نسوقوا المنتوج الجزائري في موريتانيا ومن خلالها عبر السوق الافريقيه، اللي ناكد ونقول باللي المنتجات المغربيه هي المسيطره على السوق الافريقيه بنسبه 90%. يوميا نواكشوط الشاحنات المغربية تدخل 100 شاحنة، حنا مجموعة من الناقلين دخلنا نواكشوط حصلنا في المازوط، والمشكلة الإشكالية قاعدة في لوتريزاسيون في الترخيص نتاع نقل المحروقات اللي عطاونا الكمية ما تزيناش، والإشكالية تمكن الإشكالية تكمن في السلطة الولائية لولاية تندوف وعلى رأسها رئيس اللجنة الولائية المكلفة بهذا الموضوع. ناحية توما جماعة الحمد لله من الشرق من الغرب من الجنوب من شكون هو عندنا علي، عندنا علي القادم من مدينة نواكشوط متوجها إلى ولاية تندوف. خويا علي تحكي لنا شوية على المشاكل وعلى حسب ما شفت الطريق خويا الطريق غادي راه حنا مغبونين بزاف، رانا مغبونين بزاف في المشكل تاع المطر. ايوا كاسوار ماراش يكفينا تبغي نفس السوق الافريقيه والمازوت ما تنجمش للعرب الناس تعطيهم 600 لتر تضحك عليهم 20 مليون باش احنا نولوا كل سبعه منهم من موريتانيا من موريتانيا خاص المازوت والمازوت نتاعنا المازوت عندنا في البلاد والله نتاعنا خاص شروع في دول اجنبيه باش نسمع اسوام طايله والله مشكله احنا مقبولين احنا مقبولين في هذه المشكله الا باغيين ينافسوا هذه السوق الافريقيه وهذه ينافسوا وينظم الاقتصاد الوطني الجزائري اذا ما بغاوش يا خويا واحد يحبس 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 خويا هما منافس منافس حنا موريتانيا اصحاب المغرب عندهم الكاسوان يحكموا بالليدر هذا كيشرب المغشوم كلها راه احسن المازوت الاولى هما يشربوا كلها ما نحكموش هما المشكله تاع المازوت كيف استخدمنا في الشباب السوم مع طارق والله تبي حتى تشريها ب 50000 هذه المشكله الاولى دوزيام في الديوان سيرو ليتر ما راهوش مشاهين الامور ثاني تاع الفلاحه ثاني سيرو الامور بلا خدمه راه كيما المغرب ما تقدر نفسها وراحت علينا ب 50 40 سنه ب 40 سنه ب 40 سنه تقعد وما لقوهاش تقول لك الانتاج ولا ما دير والو ما دير والو فيما تزيد انتوما بلي بلوكيتو مش عارف الرجال اللي راح ما يوليش راه بيخدموا ديجا احسن من بعض كتخير الرجال اللي جابوا السلطات لكل ولايه لولايه تندوف لازم يعاونونا كان بغاو ان شاء الله نتنافسوا في السوق اللي يبدا في هذا لازم السلطه تاعنا تعاون معنا الله بارك الله فيك المغرب ما يقدو معاه صح عندي شهر وحده عندي شهر وحده هذه بايجه واحده بايجه الاولى داروا لي المشاكل الديوانات تاع موريتان ما والسرعه تاع الروتار الله يجعل البركه الله يجعل البركه ياك سمعتوا قال لك المغاربة عندهم 40 عام لافونس علينا في ولكن خص الجزائريين يعرفوا باللي حنايا في شمال افريقيا كله شمال حتى مصر تونس ليبيا الجزائر والمغرب وموريتانيا الغازوال اغلى هو الغالي عندنا حنا في المغرب الغازوال حاليا كيعمل اكثر من 16 درهم ليسانس كيعمل اكثر من 18 درهم ايوا ضرب الغازوال اللي عندنا حنا ب 16 درهم اكثر من 16 16.50 وضربها ارجعها دينار الجيريا وتشوف شحال كنعرف
والدينار الجزائري كيعمل فوق 17 الدرهم المغربي كيعمل 17 18 هو ضرب 17 18 في 16 وغادي تشوف الغازوال المغربي شحال غالي ورغم ذلك وما كاينش زعما مساعده ولا فينونسمون ولا فهمتي ما كاينش انت حر بالاقتقاد عندك الجد وسير دي السلعه ما كنتيش قاد وتسخر اللور هادشي اللي عندنا حتى عندنا التجاره الحره ما كنحاولوش على الدوله تعطينا ولا تعاوننا كل الاقتقاد سير بيع سلعتك ورغم ذلك ياك سمعتو السيد قال لك 100 شاحنه يوميا كتخرج هذه شحال هذه السلفيديو راه قديمه ما دابا راه اكثر من 200 شاحنه كتخرج من الكركرات كتمشي للسنغال كتمشي لموريتانيا كتمشي للمالي كتفرق كل بلاصه حتى لهي ساحل العاج وزيد 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 السلعه اللي كتمشي ايوا خويا بغيت نقول انا لهذوك الناس هذوك الناس اللي كيقولوا لك حنايا حازينهم ولا بحال هاد الجريده هذه اللي كتقول لك الطريق غادي تبنى باش غتبنى باش الفلوس منين غايجيوكم الفلوس منين غتجيبوا الفلوس وهذه 4 سنين وانتم كتقولوا غادي نبنيو الطريق ولا بنيتوها وفي الاخر ملي شفتوا الطريق واعر عليكم قلتوا غادي نديروا واحد لالين ماريتيم بحريه من الجزائر لنواكشوط فين هي مالا ما خدماتش واش كتستناو يجو حنا نخدموها لكم ولا شنو انت كاليس دي فيف دي مونسيال كي سون بار دو ميرزان كونت لي ريلاسيون الجيرو موريتانيان ايفولي سي رابودمون رابيدمون اش من رابيدمون ولا وحنا ما عارفينش اش واقع في موريتانيا ولا ما عارفينكم شفتوما فين اللي حكين هنا راه كتكذبوا على راسكم كتكذبوا على راسكم ما حنا عارفين العلاقات الجزائرية الموريتانية وموريتانيا راه عارفة فين كاينة مصلحتها تاع يوم تلحسوا الكابة وديروا هادي باش تميل ليكم راه ما غاتميلش كيف بغيتوا ديروا مع تونس عييتوما سلفتوها الفلوس 300 مليون دولار لحيث الكابا مشيتو تبون مشى لعندهم ويمكن حتى داك الاخر جا عند جا الجزائر ما نعرفت اوكي كعرفت تبون راه مشى وكلش اشنو تقول اشنو قلتو والو عمر تونس ما قالش انا كنعترف بالبوليزاريو ولا هادي ولا لا ضد المغرب خلاتكم حتى الاخر انتوما لاشيتوها وليتو كتعيروا فيها وليتو كتعيروا فينا مؤخرا تبون في عند في الطاليان مع الرئيس الايطالي كيعير في تونس راه المغرب راه ما مسوقش ليكم راه مشكله معاكم سكتنا مصيبه كتبنا مصيبه تكلمنا مصيبه ما عرفناش انتوما اللي عندكم في العقل وهو المغرب وديروا الطريق الى كنتو قادين وديروها شحال من عام هادي وانتم كتقولوا هادي 4 سنين باش وديتو 4 سنين بحال هذاك المطار ديال وهران المطار ديال وهران اللي دروك 14 عام وباقي عاد ما كملش 14 عام والمطار ديال وهران وما قي ما كملش ايوا شو هو راه هنا السيمانه الجايه 5 ايام قالت لكم غادي افتتاح ديال العاب البحر المتوسط هاد الجنات الاجنبيه اللي غيجيبوا لي زاتليت ويجيبوا لي ديليغاسيون واش عرفتوا فاش غتنزلوهم ولا لا غتنزلوهم في واحد المطار اللي ما مساليش عاد اللي كان المطارات العصريين كيكون عندهم داك الفونتوز كتمشي تقاد مع الباب باش الناس اللي كتخرج ديريكت في داك القالوس وكتمش تخرج في الايروبو انتوما اش غديروا غتنزلوا الناس من الطيارات الدروج في لابيست
وغادي يمشيو على رجليهم حتى لداخل حتى للمطار. وفضيحه وفضيحه، الكونترول ديال لي باجاج ما كاينش عندكم. واحد عرفتي دوك المحلات نورمالمون المطار ملي كيكون كيكون فيه داك دي تيفري، كيكون دوك الحوايج اللي تشريهم بلا ما تخلص سو اورتاكس، كيكونوا القهاوي، كيكونوا مقازات. والو ما كاع غير الايروبور، والو ما مساليش. وحشومه 14 عام وغادي تستقبلوا الوفود وما عندكمش، وتجي تقولوا لي احنا ورا 4 سنين هذه والطريق ما كملتوهاش. 4 سنين باش بديت؟ ماشي ما كملتوهاش، ما بديتوش فيها. واخا موريتانيا قبلات لكم الشروط، قلتوا ليها حنا غادي نبنيو الطريق، ولكن غير كان غادي نساليوها، غادي حنا هذيك الطريق المدخول ديالها تروح زعما بحال شكل لوطوروغ ولا بحال هذاك، حنا اللي غادي نستولاو عليها مده 10 سنين، حنا اللي غنخلصوا فيها، حنا اللي غادي نقابلوها مده 10. وقبلات لكم الشروط ديالكم. ايوا مالكم ما بديتوش تبنيو؟ مالكم ما بديتوش تصاوبوا الطريق؟ وعندكم البترول الزفت راه عندكم فابور نتوما، حنا ماشي بحالنا، حنا عندنا اكبر داك سميتو طريق، اكبر كيلومترات عليكم نتوما. لي زوتوروت يا بلوس دو كيلومتر، كاين المغرب عنده اكثر من كيلومترات منكم نتوما ديال 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 لي زوتوروت. نتوما عندكم الاست وويست، حنا عندنا البلاد كلهم حيط اوتوروتات، بورتو حنا ما عندنا زفت، كنجيبو كلشي كنجيبو من برا. والله يهديكم، وبعدو منا وبعدو منا، ما عندكم ما تسكروا منا. راه كيقول لك واحد المثال، راه اللي حسدك عطاك. فوالا هذا الموضوع، هذا الموضوع جبدتو ديال هذيك الطريق اللي كانوا باغيين يبنيو من باغيين يبنيوها من تندوف الزويرات. هذه شحال من عام حنا كنسمعوا غادي تكون طريق من تندوف الزويرات، واحد السابان اليوم داك الشيء قاصح عليهم. حيت واحد الوقت خصك تعرف، واحد الوقت راه الجزائر ما كان عندها فرانك والو، على بود لو كان ما جاتش تنفست الجزائر بهذا الثمن، طلع شويه النفط والغاز طلعوا، لو كان راه صافي فايت. انا راه كنت قلت لكم فعلا فعلا، شي وحدين كتبوا ليا وقالوا ليا كنتي قلتي لينا اون 2022 صافي الجزائر غدير فايت. فعلا كانت غدير فايت الجزائر لو كان بقى ثمن النفط كيف كان قبل، $40 $35، هذه هي ديك الايامات فاش قلتها فهمتي. وملي كانت الجزائر كتدخل ما ياكلوا الجزائريين، الجزائر وقفات كلشي، ما بقات كتدخل حتى حاجه نهائيا. ايه دابا المشكل الكبير، المشكل الكبير وهو هذوك لي ديليغاسيون اللي غيجيو ولي زاتليت اللي غيجيو، يبغي غير يخرج شي واحد للزنقه، حيت ما يبقاوش كاع نهار محصورين في لاسيتي سبورتيف. لا قدام راه كاين شي واحدين غادي يخرجوا ويبغوا ياكلوا شي حاجه اللي ما كايناش تما عندهم في لاسيتي، يشرو دي فيونديز، يشرو شوكولات، يشرو شحال من حاجه. ايوا الجزائر ما بقات كتدخل والو، هادوك كيقول لك سي دي زاليمون سوبرفلو، خصهم هما الجزائر خصها غير الاساسي، غير الاساسي الطحين، السكر، الزيت، الحليب، اما الباقي دوك التويشيات. وبنادم غادي يخرج برا، غادي يخرج برا وما يلقاش داكشي، اش غايقول اش هادشي كوريا الشماليه، هادي راه ولات كوريا الشماليه، ما عندهم والو فهمتي، ما عندهم كاينش في الزنقه، ما كاينش حاجه منتوجات اجنبيه اللي كتباع. وهادشي على من هاد الهضره غادي نروم لحاجه اخرى. السائح، خلينا كيف هادوك لي ديليغاسيون راه بحالهم بحال السائح. دابا الجزائر كتشكي، كتقول واه كيشكيو شي وحدين جزائريين، كيقول لك هاد الفيزا معرقله السياحه في المغرب. ندوز لكم واحد الارتيكل نشوفوها بعدا ونشوفو فوالا. احنا كيقول لك السياحه معرقله، توريزم اون الجيري، لي زيترونجي فريني بار لوكتوا دي فيزا.
هذا السياحه في الجزائر. علاش كاين غير الفيزا؟ علاش كاين غير الفيزا هي اللي مانعه، هي اللي مانعه الاجنبيين يجيو؟ ها وفين هما المرافق؟ فين هما المرافق؟ فين هما توت لافراستركسيون لافراستركتور ديال السياحه؟ واش نتوما كيتحسب لكم غتحيدوا الفيزات وراه غيتكبوا عليكم الناس؟ ها راه السياحه راه قلتها لكم قبل، السياحه راه خمسين، خصكم واحد 50 عام ولا 50 عام ديال العمل باش يمكن لكم تلحقوا المستوى اللي حنا فيه. خصكم تبنيو مدارس، مدارس لي زيكول اوتيليير باش تخرجوا الناس اللي كيعرفوا السياحه، اللي كي باش يخر اللي غادي يستقبلوا، اللي غادي يقودوا لي غي توريستيك، لي ريسبسيونيست، لي ماتر دوتيل، لي هذاك غير الكارسون. ان كارسون يفوك لي كيعرف شنو هو، يعرف كيفاش التبصيل، يعرف كيف يحط فين يحط العواشق، فين يحط المواس، فين يحط هادي، كيف يحط الطباصل، كيف هادشي راه قرايه. كاين كليات ديال لوتيلري هي اللي كتعلم هادشي. حنا في المغرب عندنا لي زيكول اوتوليير، هادشي نتوما اللي خصكم ديرو، ما تبقاش وخصكم هذا، خصكم دي بيرسونيل دون لي زوتيل دون بوليغلوت كي بار بليزيور لونغ، اللي كيتكلموا شحال من لغه، المانيه، فرنساويه، انجليزيه، العربيه، وسا ديبون نوع السياحه اللي غديرو، اش بلاد غتقيسيو. كيمكن لك الى جاو عندكم الرؤساء خص دوك الناس اللي غادي يستقبلوا الرؤساء يتكلموا بالروسيه، يا سيدو سويت فهمتي. ولهذا هادشي راه قرايه، ماشي اجي ودير السياحه وبز غير داكشي، من غير قضيه لذا البيرسونيل ولا الانفراستركتور دي زوتيل توت كاتيجوري. حيت ما غاديوش في السياحه، ما كاينش غير الناس اللي كيشدوا لي زوتيل 5 ايطوال اللي كيجيو، لا كاين الناس كيبغوا غير لي زوبيرج، كاين اللي بغوا 2 ايطوال، كيبغوا 3 ايطوال، 4 ايطوال، سا ديبون. سا هاد لا جام كلها تكون عندكم عليك دي بري ابوردابل، ماشي الجزائري ملي كيشوف السائح يبقى يشوف ليه في جيابو، لا خصو هو يشوف السائح يرحب به لوسبيتاليتي. الا ما كاينش هاد الشيء وما كاينش مرافق لي بلاج بروبر عباد الله، ماشي بلاستيك والزبل نابورتو والدلاع وداك الشيء، خص لي زوتيل بيان جيري، لي بيسين، سورتير لو سوار مرافق، لي سورتي، لي فيستيفال شاك سوار ان فيستيفال كالكو بار. اي جوستومون غادي نذكرو على الفيستيفال، غادي نذكرو دابا على الفيستيفال، فيستيفال ديال مراكش وفيستيفال ديال لوغيغ دو مراكش، لو مراكش دو غيغ. انا ما فهمتش، انا بعدا ما فهمتش النظام الجزائري على راسهم تبون اللي خطب النوبه اللي فاتت، قال حنا المشكل ديالنا مع النظام المغربي، ما عندنا حتى مشكل مع الشعب المغربي، الشعب المغربي خوتنا، ياك هادشي اللي سمعتو ديك النهار اللي قالها. ديما هو كيقول المشكل ديال الجزائر مع النظام المغربي ماشي مع الشعب المغربي، ولكن دابا ما فهمتش دابا ملي كيولي لا الشعب الجزائري، بعض الافراد من الشعب الجزائري وبعض الافراد من النظام الجزائري كينوضوا كيعايروا جزائريين اللي كيجوا يزوروا المغرب. علاش تمشوا للمغرب؟ نوريكم واحد الاخر، شوفوا معايا. La présence de Riyad Mahrez et Islam Slimani au festival de Marrakech fait polémique. علاش الجزائريين ما بغاوش، علاش رياض مهراز، علاش سليماني،
يجيو في المغرب يقصروا مع راسهم و مراكش هذيك اخويا راه ماشي الجي ولا اوران ولا قسنطينه ولا عنب، راه مراكش راه من العالم كله كينزلوا ليها، غير هذيك مراكش بوحدها لي زوتيل ديالها داكشي لي زوتيل اللي كاينين في الجزائر كلها، وما ما يديروش العدد اللي كاين في مراكش. اي اون بلوس مراكش ماشي جات ما جاتش على البحر، ما كاينش البحر، ما عندهاش بحر، جات داخله وسط البلاد. Malgré tout, ils ont une plage, une mer, une plage artificielle. واش نتوما ما عرفناكمش واش كتبغونا ولا ما كتبغوناش؟ ملي رياض مهراز وسليماني جاو لعندنا بديتو تعايروا تعايروا فيهم، علاش؟ ودابا ما بغيتوش لينا الخير حنايا، ملي بغي ملي اي جزائري اي جزائري كما كنوعو ما كانش غير رياض مهراز، كاين الجزائريين كيجيو من فرنسا وكاين الجزائريين اللي كيجيو من الجزائر. من اللي كيجيو هنا للمغرب حنا الا جاو عندنا السياح راه كيسعوا الاقتصاد الوطني، حيت الا كيما كنوعو جزائري يا تونسي يا مصري يا فرنساوي يا امريكان، اي اجنبي جا للمغرب راه كيشجع الاقتصاد الوطني حيت كيجي معاه الفلوس وكيخسرهم هنايا. وشكون اللي كيربح معاه؟ ماشي المخزن اللي كيربح، راه الشعب المغربي هو اللي كي مول لوتيل مول المطعم مول اللي كيبيع اللي كيبيع بلغة اللي كيبيع جلابة اللي كيبيع شورت اللي كيبيع، هذوك الناس هما كيعيشوا مع هذوك الاجانب. ودابا ملي نتوما كتعيروا في مهراز وسليماني وشحال من جزائري كيجي للمغرب بحال اللي كتقولوا لهم ما تمشوش، علاش مشيتوا للمغرب؟ سيروا بلاد اخرى، سيروا تركيا ولا سيروا اي بلاصه، ما تمشوش للمغرب. ولكن دونك ما بغيتوني لاش الخير حنا المغاربه، ياك نتوما المشكل ديالكم مع المخزن ماشي معنا حنايا، حنا راه كنعيشوا مع السياح وخصنا هذا التناقض، هذا الشيء كتناقض، كتقولوا ما عندكمش مشكل مع الشعب المغربي وفي الاخر كتبغوا لينا الشر، ما بغيتوناش حنا نخدموا ما بغيتوناش نعيشوا. حنا المغرب كتعرفوا المغرب المدخل ديالو هو السياحه، عنده واحد النسبة المئوية كبيرة من المداخيل ديالو، واخا عندنا الفوسفات عندنا حوايج اخرين عندنا السيارات، ولكن واحد الفئة المغاربة كتعيش من السياحة، ولكن هذيك الفئة المغاربة نتوما ما بغيتوهاش تعيش مع مع الجزائريين، ولهذا دوك ما كتبغوناش ما كتبغوش هذوك في واحد الفئة في المغاربة. فوالا هادشي اللي بغيت نشوف نوريكم التناقض ديالكم، هادشي اللي كاين. والله يهديكم علينا أصدقاء، إلى اللقاء.